ما كانكش قبلت. يزيني من العرك والنوازل، وزيد كما قال مراد، ما هو الا بولدي ما نجمش ندخلو الحبس. يا بنتي اتاوي رخو يعطيك دار النصر، شد سيف خير لك. ما حاجتي بديارك، هاو فك عليا. زيد ضعيفه ما عندكش شخصيه، ارميو لك عظمه باش يسكتوك وانت وافقت. تي هذه فرصتك راك، كل يوم باش تجيك دار ب 700 مليون. هشام قلت لك برا اجبد الشكايه. عامل عامل اعطاوك حاجه في يدك، هما الكونترات مازال ما تصححش. يا اخي بشهر بوبايا. علاش لا؟ لا ما نظنش. انا ما نجبد حتى شيء الا ما كل عزوزه تصحح الكونتراتو، حتى فلوس الترسيم والتجزيل هما باش يخلصوهم. يا زيني عاد عندك جمعتين توا تهز فيهم وتجيب. فديت انا توا جيت سلاح نحب نرتاح. مازال تحكيتك ما بداتش، قدام القضيه نتاع طلاق راهو. في بالي. وكي مشيت عدالي مراد خراج باش نقول له قول لخويا قدم قضيه في طريق انشا باش نتفاهم معاه الحضانه والنفقه، وانت تتمسك بالحياه الزوجيه على الاقل تاخذ غرامه باهيه. انا نحب نطلق، وكان نلقاو مفاهمه باش نطلقوا بالتراضي كهاويس. انت ما تعمل حتى شيء وخليني انا نتصرف، يظل الدليل راجلك تعرفه خير مني، ما يجي كان بالعصا. انا نحب نطلق اليوم قبل الغدوة. اللهم قوم لك قضيه للطلاق في الضرر. دليل راجلك صبعه تحت الزرصة، توا تنجم تطلب منه واش تحب. هاكا بعثتهم لعدل شهد صاحبي باش يعملوا لهم عقد الكيبه بتاع الدار، غدوه توفى حكايتك. انا ما عادش عندي جهد للحروبات هذا. انا عندي ليهم جهد. حب دليل راجلك يتمرمد ويخلص ثاني يوم ثالث. تيز ياك هاو، انا قلت لا. نحب نصلع ونرتاح، وزيد هاكا تمرمد دليل، مراد خوه قال لي لحالته حليله ومرعوب وشادد الدار. شوي عليه، نسيت اللي عملوا فيك، حتى ترتاح منه ربي يعوضك خير. هذا مرك الحق. هيا ذوق. وكان استحقت حاجة نطلب نتكلم. طيب يا كان شمشي وقيت. هيا هاني حبابي. ما سمح لي أمي. نوعدك نعوض هالك. ما عندك ما تعوضني، عند ربي خير. لا نعرف دار بوك و... وانا ضيعت هيك. بابا وامي ماتوا وقت القسمه، تعرف اللي صح لي مدار ما سميهش دار، انا دفعت بليه. اما هي من عايفه في روحها. يزي عاد فك، عايفنا احنا في روحنا. شو مدخلك انت؟ شو مدخلني؟ ما ندفع على حق هكا هو يوم هاي. انا هو حق اللي دفع لي. هو القلب ولد حق. مش وقت التوالي. بعتني في اللي ورايا واللي قدامي، طردتني من دارها، انت ما زدت دافع عليها. باهي باهي. وعدك يا مراد وقت الغسره ما لقاك كان انت. أخير نوم طفينا. صباح الخير تربي راي. يفوتني الصبير مربي ويزر فيك. خوك الكبير راني مات محسوب. كان جيت تستاهل قدر راني. تحب نبداو في التبربيز؟ تا تخاف فيك كي تعمل هكا؟ تحشمش؟ بيعت امك في دار بوها، وحرمتني انا وخويا من رزقنا، وخنت مرتك، وجايب طفله في الحرام، ويوسف يا دار يوسف اللي مهمله. تحبني انا نقدرك؟ هذا الكل على الفلوس معناتها. راك تعرف تحسب. حسبها كيف ما تحسب. حقي وحق مراد خويا يلزمك تعوضهن. ليه؟ وراسك. اسمع، كي نجيو نقسمو باش تعطينا بايك في حاجه اخرى، انا ومراد. مش حاضر جنابك يغلطوا ونحن نخلصوا. الدار دار امي، وانت ماكش تورثها وهي حيه. تعمل برزقها شنو تحب؟ حق مانيش باش نخدم معاك راه في الشركه نتاعك. حمد لي قلبي.
بحاجة أخرى. عمري ما نسالك نهار اللي مرمتني قدام الناس كل في القهوة وخلتني ضحكة، وعمري زادة ما ننسى اللي أنت السبب مش حرمتني في الطفلة اللي حبيتها. تعرف عندي يجي 10 سنين ما قعدتش في قهوة كيما هكا. رسالش يا خويا تواضع وقعد معانا. لا من ناحية نتواضع نتواضع، شبيك راني من سلالة الأميرة ديانا. وانت ما تقوليش ليمات قاعد تخبر هكا وانت أسرح بالضبط. خدمة خدمة. اي نعرفك خدام، عندك ضمير مهني خشين برشا، اما ما تقوليش زادا مع الخدمة هكا فماش حاجة منا ولا منا هكا. كان ما تحبش تحكي فوق الشكوك انت حر. شكري. شنو رايك في عبير؟ شكون؟ برا دو بدينا من لو. شنو شكون؟ عبير مزيانة. مزيانة كهو؟ لا وجهها مبروك، نهار اللي هدت عليه للحانوت اليوفي عدت تريحة للميلان. شنو منت؟ شنو شنو؟ شنو مكتوب على جبيني؟ شنو شنو مكتوب على جبيني؟ تثبت ثبت منيح، شنو مكتوب على جبيني؟ ما فما شيء. أيوة مش مكتوب بوجادي ولا تيتي. شكور أنا. تضربت في عبير؟ لا ما تضربتش فيها. أما تعجبني وبر. سيب عليك منها. عليه؟ كان نقول لك عليها تو تتغشش. أنا بصراحة الحصة نجم تتبدل. لو كان عبير تتبدل أنا خليني ساكت وبرا. الجمال ما يراش حدبته. شنو أنت؟ دورناها بتسميع الكلام؟ لا مش تسميع الكلام شكو ولا حاجة. أما أنت نهار الكل وأنت تجري في حظوظ أمير تحب تقنعها اللي أنت تنجم تتبدل وتنجم تولي بو عائلة مثالي مستعد تعمل كل شيء غير تاخذك. يعد كي أنت عندك الأمل أنك تنجم تتبدل وتاخذ أمير، علاش ما تحبنيش أنا نخمم اللي عبير تنجم تتبدل ونبني معاها أنا حاجة؟ أخويا نهنيك، أنا مانيش باش نتبدل ومانيش باش ناخذ أمال، وعبير ما هيش باش تتبدل وماكش باش تبني معها حتى شيء. شنو معناتها حكاية أمال نحيتها من مخك؟ شوف منتا، اللي يحب يحب الخير لغيره، وأنا المدة الأخرى أمال عذبتها كما حبيت. قبل كي كنت نقابلها وتقول لي ابعدني كنت نحس هكا فما لمعة في عينيها خليني ندور ندور ونرجع لها. آخر مرة كي قابلتها اللمعة هذيك اتفات، وزيد المرة هذه تحت براجل هكا مكبش. ربي وجهها خير صاحبي. ما لقول لي مسلسل تفشيخ خطابة مال وفاء. انا مسخفني كان تيتي الحق وعليها مسخف ايديه باش تقعد بطالة. ما عادش باش يفشخ حد. زعمي صافي الدهر يا مشكاية ونعود نضحك بعد طول بكايا. ما نعم وينو مريم في الشريطة
مش قلت لك هبطهم الحوايج تعالي هكا ما بنت الفيام تخليهم منشورين يمشيوا بالشمس ويبلاحوا في الغبابر. انا راني لهي ياسر المده هذه. فاش ليه يا زاده؟ هي نحضر في عرسي. مش قلت نساها الحكايه هذيا؟ احشم شويه. شبيك هترت يا اخي؟ مش حلوه راه امراه عزوزه كي تبدا تحب تعرس. مانيش عزوزه انا، انا راني مازلت نجيب. شو تجيب زاده؟ ليك اللي قعد لك حتى انت. اينا المنجي باش نعرسو؟ المنجي ما عندوش صغار وانا نحب نجيب وليد. هكا تولي عندي بنيه وليد وفت لحتايه. يا ما وليد وما بنيه وما المنجي زاد. الحق اللي يقول لك فيه منجي ان باش نعرس معاه والصيف هذا باش يزني حق الواد بح بح. عندك الحق زاد كبير ياسر. هيك وانتي من فضلك باش تجيب لي زهازي من فرنسا. زيدة باش نزهزك انا؟ وفي عود ما انتي تزهزني توا انا يخطبوا فيا وانتي ما خطبك حد. يعني انا مكتوبي جي اخاف من مكتوبك. اش نعملك؟ قلي انتي باش تقابل بوك في فرنسا؟ اي ميلا يطلب منك تقول له اللي انا باش نعرس خاطر انا نحبه يغزل يموت يفت فت. حس كيس الخطر هو. انت قل له مش حسك فيه. قل له نوصيك على بارور بالريش. بالريش زيدة تحب واحدة بيضة واحدة غبرة. بيضة تخير روح بنت 18. ليش حاجتك فيا؟ نحب تماغ أبيض وتماغ غبرة يعني وبريش يعني كل واحد ومتابه. ماش عموهم هذوما البريش راه يعملوا فيهم لموس الريش عمرها ما توفى. فتحكي بجدك ما محكي بجدي ايه باش نحرس انا ومنجي انا وعمك المنجي. طول خليك ياسر. وعليه ما تخلينيش؟ خاطر تعملي العار قدام صحابي وحبيبي من الحلوة. يا ربي يا اخي اللي عرس يعمل العار. اللي عرس في عمرك عيب. ما ماهوش عيب. ماهوش عيب بالكل. اما خير لقيت شكون يحبني ويونسني ويفرهدني ولا نقعد كي الكفيفة وحدي. بيه يزب لها زين ونفان وبرا يجيب لي مريم لي بر. أما أنتي عرفك فرحان بيك ياسر ضعر فيه بما أنه يمشي يزك معاه لفرنسا. أمي فرحان لا شيء نخدم مع خدمة. أنا هني قتلك رد ليك منهم عيش بنتي. رد بني من شنو زيد؟ هني قتلك ما عارف كبير راه. كبير ولا صغير راجل مش في خدمة ما الفرنساوي اللي يخدم على السلامين هو اللي صدعاني وعارفي حاجته بيا ويزيني بالكلام فارغ هكا لطحلة دازو اللي تحوزر لي. جيني نخاف عليك ولو انت مجرمة متاع قطاطس. ما كلا بنتي التوما نسيت حكاية القطاطس وعمري ما ننساها يا ريم الله يسامحك. اما جرب اقتل ساسوكي ولا بافاروتي ولا مونجيجيجي. القطوس اللي يدخل الدار باش نقتلو ها في بالك من تو. وهو باش تكون في بالك انت زاده من تو. لا تنساليش زيزي برا قد برا. هيا هيا خديتهم الفلوس. خذيتهم ملي شنو تحبني نعمل؟ تحب نخليهم يتموتوا ولا نتمرمط ولا يعلم بيا ربي؟ انا غالب مادام الدنيا لزتك باش تاخذ فلوس ما عند واحد ساقط. ما تقولش علي ساقط. شنو في حتى شيء قولي تحب. اين حكيتك معايا دا سي شكري لتوا فهمتها. علاش شنو اللي فيها صعيب؟ اخي قداش عندك تعرفوا؟ شكري نعرفه وانا عمري 16 سنه. كنت نلبس مريض قاعده بوزه لا فيا ما يتشاف. هو زاد كان بعيد مش كما تراه توا. عديت معاها يامات عمري ما ننساها. اي ومن بعد شنو اللي صار؟ من بعد طلع لتونس وقعد ماشي جاي على البلاد. وبديت هايته تتبدل عملت اللي بعد. ومن بعد انت خلطت عليه لتونس؟ لا بعد موت بابا طلعت انا وامي واختي لتونس. طلع هو لايطاليا.
قعدت 3 سنين على فرد جنب، كل جمعة يبعث لي جواب. كنت راه شكري كيفاش يكتب، هاو سوري هاو عربي هاو طليان، كي ساعات يخلق كلمات مش موجودين جملة. وين أختك نقرأ ونبكي ونهبط فيها محيا. علاش قصيت ومال تي؟ ما هو بعد ما روح ولي لي كراهب وسيدي ربي وسهريات، يرقد 7 متاع الصباح يقوم لي 4 متاع العشية وانا ساكتة. ومن بعد عاد كيف عرفت شنو يخدم، هذا كان يسميوها خدمة، شكون يخالط؟ قلت في أمان فيق على روحك. أيوة انتي هذا شكلي لدعم ما زلت تحبه. نحبه نحبه نموت عليه، وسعيد كان مش نحب حد آخر غيره، حتى هو يظهر لي ما حبش واحدة أخرى بخلافي. أما باش نعرس ليه هيا قوم قوم البوز وفات، خل نمشيو للبوستة. مشيت طليت على خاطرك السلوى؟ ما لقيتش وقت. يا أخي ما عجبتكش النقطة نتاعي؟ يو قديمة برشا. هاكم شيء بابا عايشة كبارك فيك. ويني تتا خديجة؟ هاكم شيء غيسيني جيت ذلك على رقبتك عايشة انت. عسلامة مرحبا تفضل. أهلا سامية. أهلا تخديجة، جتناني فيك على سعر. عايشك إن شاء الله كما ترى يوسف. هاي تفضل. يا أخي وين يوسف؟ يوسف في الروضة، ها قريب شي صلى عاد. صرورة قم مدلة الحلوة عاد مبروك الباك. ديلي عايشك ميرسي. شنو عاملة ريجيمة؟ بارك الله بدنك حلو. بالحق بارك الله عليك. سارة قلت لك قوم مدلها الحلو. هاي سيري خذ الحلو. ميرسي عايشك. وانتي سيرين وقتاش نفرحوا بيك؟ ان شاء الله في الشتاء. انا بقدرة ربي قبل الشتاء باش نعاود نعرس. يا اخي شبيك ما قلتليش؟ طب قول لكم يا عاد مازال توا اول سيف. ربي يهنيكم. وانتي ربي يهنيك زاد. لا انا الباب هذا سكرته جمله. علاش؟ ما تقولش هكا سامية، راك مازلت صغيرة ومزيانة. شنو أول تجربة فاشلة هكا هاو تسكر البيبانة؟ شنو صار عاد؟ شنو ناوية باش تعمل بعد الباك؟ نحب نعمل ميدسين. عليك الحداش اللي جايبتها تعمل ميدسينة؟ هبلتها؟ عبيت ب 17 وما خلطتش. أنا ما قلتش باش نعمل، قلت نحب، يظن نجم نحب على روحي. أنت حب على روحك واعمل اللي تحب وخمم في اللي تحب، أما على قد الإمكانيات نتاعك. نجم نحلم كما نحب. أقعد أحلم أنا. نجم تعمل بيولوجي. باش تعمل بيولوجي احسن من الميديسين. اسمع انتم مستدعيين الكل باش تعشاو وانا باش نخلص عليكم داكوردو. ليه عايشك مثال انا ما نجمش، يوسف ولدي ما عندي وين نخليه، اون بلوس تعب شويه. يعني جيبوا معك يوسف. اما نخذ بخاطري مثال صعيب شويه. لا لا باش شد صحيحه ما نفهمش، هذه تعبه وعندي ما نعمل جو تيان باش تجي وباش تجي داكوردو. سامي خليها على راحتها. باهي خلنا نمشي انا توا. خلنا نوصلك. سامي اقعد خلي البنات يوصلوا. شبيك يا اخي؟ انت شبيك سامي؟ شنو شبيني؟ ما بيا شيء، انت تكهرني. والله مش معقول اللي تعمل فيه. شنو اللي عملت انا؟ تتزعبن على المراه حيني في عينك؟ تستطع فيها على العشاء وملي قاعدة تنجي عينيك مرشوقة فيها. عجبتني مراه معرسة. ماهيش معرسة، مطلقة. مازالت ما طلقتش، معناتها مازالت على ذمة راجل. ايه باش تطلق، كي تطلق ناخذها. داكور ما عجبتني. والله شي بعد شوف ما حبيبتها بالمش هكا وشعرها يا عيني. انا مطلق هي باش تطلق، مش مطلق ومطلقة ياخذوا بعضها. انت عندك مانع؟ قد ما حبيتك تاخذ وما عجبتك حتى مرأة. هاي عجبتني مرأتها. ما عجبتك كان اللي حياتها معبية بالمشاكل وما زلت ما طلقتش وعندها صغير. أنا نموت على المشاكل، سيغتوك يبداو هكا مشاكل كيما هكا أمان. إيه دبر راسك على كيفك. على كيفي صحيح، أما خليني عامل كيف. جيب حاجة تشربها مدام.
نختاروا الخط من الاخر. ليه ليه علاش؟ صافا تفضل. تحب نوريكم حاجه؟ اعطيني اعز سوليتال اشب عروسه في الدنيا. تفضل تفضل نشوف لك. شنو هو اللي باش نشوفه؟ هذا حلو شوفوا. يدي على قلبي. مبروك عليك الحق. تهب الريحه عيشك يا شرفيق. ايه قديش عندي على الكادويت. وانت منين جاوك الفلوس باش تشري بارفان غالي كمان هذا؟ عندي فلوس اخي ما عنديش من هنا. وزيد مولا البارفيمري الجديده اللي شريت من عنده الكادو. ولا حبيبي شو شهدي شه شاء الله مبروكه. أما اسمع، رد بالك من الكادوات اللي من غير مناسبات. قول نووي نووي ما يمشيش مخك لبعيد. نيتو صافية صدعاني على العشاء، قال لي نحب نتعرفوا على بعضنا ونظر لي يحب يخطب. اي بنتي يخطب قبل ومن بعد يتعرف على روحه كيما يحب. ما يسالش بلا يخطبني منك. مصبر عايش ميت يعني بالهدية. ماما شنو هكا؟ وش اسمه لطفي. ربي يلطف بك وبي يا بنيتي. حليلتوشي اسم مليح. أي قامت برا بشي لعيش في الجبل. جبت فلوس؟ اي فلوس كل وفلوس شمعه زاده؟ اي انت مش قلت لهم نجيب في السلع؟ ليه دهيش؟ لو كان يسألوك انت كنت معاك تقول صح؟ صحيتك كان حبك بيه اخت علي البستير. ليه ايه فهمت علي جبت هنا؟ مظهرت لي موحشة الدار. توحشت شهناز وسكين شي دارها. نحس روحي مرتاحة. تعبت برشا وجمعتين تلي وسط الموت. يا ربي معها. وست حبيت نحكي معاك. ان شاء الله خير. ما فهمتكش مراد. وانا شفيه ما تفهم. مراد نحبك. شبيك سكت؟ مش تحبني نقول لك عشمتني. قول حاجة. اللي عندي قلته لك المرة اللي فات. ايوه ما صار شي من وقتها. قداش ليها الحكاية؟ هي ما خرجنا برشا مرات مع بعضنا. سهرنا واستدعيتني على العشاء. انا نحب نفهم حاجة. فهمتك اللي نحبك ولا نحب ناخذك؟ يظهر لي واضح. ومنحبك اشتغلت انت اكثر راجل تمنيت ناخذه.
كل شيء فيك يعجبني ونحسك مرتاح معاي، علاش ما نعرسوش؟ لازم يدوري لازم نمشي هناك. اقعد. تغششت؟ لا ما تغششت، ما يدولي فيه الحديث. ما تعرفني ما نحبش نشوف كاكرة. ما انت تحبني؟ تحبني شوية؟ انا عزك برشا ونحترمك. على راحتك. بربي هالدراما هذه ما استعملها لي عشقتي. من اختك؟ تي كلمة قلت كيكة تو كل كلمة باش نقولها باش تكبش فيها. باش تقعد تكلمني؟ تسأل عليا؟ يا عم ربي دليل هكا؟ بربي الوش المرج. ماني قلت لك تنكلمك وفات الحكاية. قداش وليت تشد هالدالي خوك؟ كلكم هكا في العائلة؟ هاي بسلامة. مراد مراد مراد. ما تتصورش يا خديجة قداش فرحت لي باب تاع سارة. يا عايشك يا نجيب، يفرح قلبك. تعرف حتى كيف قالت لي مين زغروده خرجت لي من غير ما نشعر. انا نحبكم ياسر على خاطر انتم تحبوني. ربي يستر. اعرف حتى الجيران كي جاوا سالوني قالوا لي ايش عندك، قلت لهم انا مزغرت على خاطري تخطبت. حقا لخديجه ما قلتلكش انا ماني باش نعرف. ان شاء الله مبروك. وشكون خطيبك؟ شد ترانكوش هذا. انا حبيت نخليها لكم سيربريز، نقدم لكم منجي خطيبي. تحبني ياسر ياسر ياسر. حتى انا نقدم لكم خطيبتي سونيا، حتى هي تحبني ياسر ياسر ياسر. سليم يزي. ايوا مالا سي المنجي، اش تعمل مالا توا؟ توا ناكل في الجاتو. انت محلاه خطيبي يقتل. اما يظهر لي يا سي المنجي ما فهمتنيش. قلت لك يظهر لي ما فهمتنيش. انت اش تعمل توا في الدنيا؟ معناها اش تخدم؟ منجي نجار. ايبينيست من البريمه، صلح لي الموبيليا نتاعي الكل في الدار، طلعها هكذا. انا زاده خطيبتي خلتني مجروح وبيت على اللوح. نكذبك. شكون ينجمك انت؟ مالا تعرف تخدم البوليمنتو؟ اي ونخدمه بالطريقه الزمنيه، انا بالرازيره واللبرازيف ومن بعد بالصره الموبيل يخرجها بالداره. تعود لي البيت النوم تاعي. ها بربي ماما اش تعمل بها بيت النوم هذيك؟ بلا بها في الشمينيه وشي بيت نوم جديده. ياسر نتاني سقدم يدنا وبوك نسقدم. هذيك بيت نوم عرسنا مانيش باش نبدلها. سامحني عايش بنتي، راهو لوح قبل خير من لوح توا، وعباد قبل خير من عباد توا. عارفي الطليان الله يرحمه كان يقول لي دون لي فيي مرميت كون بريبار دو لا بون صوبا. بارك الله عليك وانا عارفك. خطيبك يا نجاح. ريت معلي نزل منه ولا خكعبه في بلاده. نعرف نختار فماشي واحد كيف وخلي خذوين. صيب. عسلامة شريط الخاتم. شريط الخاتم؟ اي شريط. صحة صحة البنتي. لازمها تزغريتها باهية. تراه تشوف تراه. في يدك شوف واش في يدك الخاتم. نحب نشوفو في يدك.
نجمتش نقيسو. علاش؟ شيتو من غير ما تجربو؟ لا قستو في يدي اليمين. واه يا غالب تويدك اللي صارش بيها محنية؟ الخاتم الاخر محبش يتنحى. خاتم الاخر؟ اي الخاتم تاع مهدي. العم العم تدربش عليا؟ مانيش ندربش عليك، ما نحبش نحي. نحي الخاتم القديم ويزيني بلاريق. مانيش منحيته. نعم نعم مانيش منحيته. يا اخي هبلته تسرع فيها، اش قاعده تقوله؟ يسر يا اخي شبيك؟ انا مازلت نحب مهدي. مال علاش تغلط في ولد الناس تخلينا في الحشمه؟ الكل منك تحب تعرس لي بالسيف. هاني خذيته سلاح، اما راني ما نحبوش، وحكايتنا متوفه كان بطلاق. يا لطيف اللطف، ما ديتيك للحنه وشاريه الخاتم تحكي على الطلاقه؟ يا اخي ما كنت لاباس، ايش صار لك؟ عرضني مهدي ونحس في روحي تفرعست. يا عاده تو اللي تدخل ودرك. ما كله من كلامها، باقي انا ما زلت صغيره، كنت النجم نستناه مهدي. تستناه لي تطفر الشيب تولي عزوزه؟ والله لا ياخذك بيه. تو فك علي، انا تعبت واني طالعه نرقد. شو نعمل معاه انا هذا؟ سيسها نانا، انا بغيتني في الحكايه كان سلاح. حتى يسر تسخف. مهدي توا هشامفورك عليا. ربي فوتوني، راني شاد تركينا نتفرج في الماتش. زيد الوحيد اللي عمره ما وجعني بكلمه هو ولدي دادي. مستك بيه ماك حيالة انت. لا حاكلك، هنا حيالة. اي حيال، وتحب دالي خير من الناس كل. فش قام لكلكم اولادي، نحبكم كيف كيف. قولوا روحك الكلام هذا. شكون جاينا توا ما نحب الراحة تحت. قهوة بس شنو مش بك عقدها انت؟ اسمع مش بدل حويجك انا صريفة توقف في دار عطف. ما يتخلط هذا خد جميل بس. اهلا ليس. اش بيقول لك ولا نرفوز دائما حريت بابا تو بركة كان يعارك فيا. اسمع ليس برجو لي ما عنديش باش نخرج. ليس يا عاد ملقيني، قلت لك سهرية مش نورمال. قالها راجل هاي شو هكا باش تخرج برا بس حاجة ولي واضحة لابس ومحج هاي نخرج هاي. ردوا بالكم على ارباحكم عايش ولدي ما تجريوش. تن خد جميلة تن، واش خصك اجد عندي امك كيما امك. امي انا اللي تعرفني لحي لا ميت. ما تقولش هكا ليس، عايش ولدي ماش امي ماش في ولادها. الا امي انا لا تحبني لا انا ولا اختي. شنو؟ باش تبكي في شون خالتك جميلة؟ خليه مهدي، ليش تقول هكا ليس؟ يتعرف خال جميلة؟ أمي طلقت بابا وأنا عمري 8 أو 9 سنين وقطعت. شبيها؟ وش شبيها؟ لاباس عليها مشات عرست. تعرف ولا تطل ولا تسأل، هكا تجي مرة في الشهر تجي تهزني ريستورون أنا وأختي، والوقت اللي تعدي معنا الكل تعدي في التليفون. ولا وش تزيد تقول لي ما خذي عاش ودي سافا لاباس وكل شيء. أنا باش نجاوبها، باش نجاوبها هكا، وهي تقول لي أي تري بيان تري بيان. عايش خويا عايش خويا، خليني نحكي مع خال جميل. واش خصك جات عندي ام كيما امك؟ عايش ولدي انا هاني كيف امك محسوف اعذرها بالك شي عندها مشاكل ولا حاجه. ما عندها حتى مشكله، انا نعرف اللي ما عندها حتى مشكله. قولك حاجه، 25 سبتمبر اللي فات عيد ميلادها نهدي لها كادو، من بعد رقدت الحكايه شويه. اما امشي عايش خويا عايش خويا، رقدت الحكايه شويه. قلت لها امي عجبك الكادو؟ تقول لي اكل بارفان يفتق. فهماني هدي لها شركه. قال لي اسمه وقته عايش خويا؟ لا وقته وقته. صعب لك عايش ولدي. باهي تحمزي ديك زياده. هاو يعرف الحكايه. نهار السوتونس نتاعي كلمتها مش جي. بعديك حبيت نفقد. احكي لها المرجع. عايش خويا. ما نخولك. ليس ما عادش وقت. كلمتها باش نفقدها نشوفها وين. قلت لها وينك تو؟ قلت لي بالحجامه رجل في الوافر. الوافر. مش وقت تو الحكايه هذه. وزيدني زياده تقول لي شكل هدره بتاخذ دكتوراه انت. يا الياس ماهوش وقته هيا. اي وقته وقته، نحب نفرح قلبي. خد جميله خليه، خد جميله والله نحبك برشا.
ماشي. بس عبالك يا عايش ولدي. والله نحبك خالتي أميرة والله. هاكا ربي يعني. الأم ديما تحب أولادها راهو. هي مان تحب روحها برشا تحب روحها برشا. وكمل مانيش مهضم الحكاية كيفاش أمي معرسة باش نهبل. عايش ولدي ما هو حقها زاد هي باش تعاود حياتها. هي مانا ما نحبش يكون عندي راجل أم. اسمع عادش وقف. أمان عايش خويا عايش خويا. أمان لحظة. ما نحبش يكون عندي راجل أم. وكمل تحب أكثر مني نحسها نحسها. اش بيك انت ماكش معرسه تسالي عني بيا ليس شنو هذاك اللي مزيان عادي ريت ما وعندي الحق واللي حسيتها توا حسيتها هيا هاي استنى اش بدي قال مع خالتي يا ليس هيا ما عادش وقت تعرف انا راحت برا مشي وحدك انا اش بدي بشمع انا اذا كان ما نخرج توا ما عادش نخرج خال جميله بلا ما عنديش الحق بلا ما عنديش الحق انا عايش ولدي احسبني انا امك بابا انا في كل وقت بابا انت قلنا بليك الحب ماتي ولا يغرب مني وقلت مش خاص كان جيت أمي عادت هنا يخوي ميزيس ولا فوق عليك حاجة بيت ما شو والله نحبك برشا والله عايش ولدي عايش ولدي زين البوس هاي والله نحبك برشا خال جميل والله خال جميل عايش ولدي أنا أحسن مني كيف أمك ويجا في كل وقت ما الحبيبي عايش خال جميل عايش هاي شبيك يا اخي هبلت؟ شربت ولا شتكيفت؟ المرة هذه لا شربت ولا تكيفت. أما شنو؟ سي با فري. نورمال أنت؟ نورمال أنت هكا باش تدمر حياتك؟ يا مهدي أنا نحس روحي كجن تخرج دمر في حياتك يا مهدي.